السلام عليكم. احنا نحكيكم اليوم على ديكور استاذ صلات. اولا انطينا كونكريت ارت، هو يشتغل بالكونكريت ارت فيزياء كرافت، يشتغل بالمارمو انتيكو، بس احنا اشتغلنا على طريقه الكونكريت. تنطي كونكريت ارت كليه الجدار، وبعدين تقعد استاذ صلات حسب ما تريد انت. ورا ما تقعد استاذ صلات تخلص شو تسوي؟ تدخل عليها استنصلات دمي، تدخل عليهم. شلون تدخل عليهم؟ في الماي تاكل من الاستنصل، من تاكل مستنصل يضل شيء عندك موجود بارز وشيء عندك مدفون. من تخلص كليته ينتهي مالتك التقطيع الاخير، شو تسوي بعد؟ تقوم تعتقل. حنسوي لكم مرحله اخيره عليه شلون نعتقل الاستنصلات. خلينا نشوف الاستنصلات اللي لقيناها. الجدار كامل. احنا نزلكم فيديو قبل وبعد بالتفاصيل شلون لقينا الكونكريت ارت وشلون عتقناه وشلون سوينا الاستنصلات.